صباح الخير ليا. صباح الخير نور، يسعد صباحك وصباح الخير لكل المشاهدين الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. ان شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير وكل الحب وكل البركه، وايامكم الجايه تكون احسن يا رب. وعن جديد يسعد صباحك ونهارك سعيد يا نور. نهارك سعيد ليا، اكيد كالعاده مع بدايه كل نهار بنتمنى نهار يحمل الخير والبركه وراحه البال والرزق الكثير والانفراج لكل الناس. اليوم محطات عديده من دمشق والمحافظات السورية، لكن كالعادة خلونا نروح لفاصل غنائي ونبتدي رحلتنا الصباحية لليوم. ناس كتير تسجلت بمثل هاليوم، خلينا نروح ونتابع ضمن التقرير التالي. اليوم 7 أيلول، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية، قراءة سريعة على ذاكرة الأيام. بعام 1848 النمسا تحظر تجارة الرقيق. بعام 1932 تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول. بعام 2013 اللجنة الأولمبية الدولية تختار طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي من المفترض أن تقام في عام 2020. بعام 2017 زلزال عنيف بلغت قوته 8.1 درجة يضرب ساحل ولاية تشايبس جنوب المكسيك ويتسبب بمقتل 90 شخص على الأقل، ليكون أقوى زلزال تشهده البلاد من عام 1985. من الشخصيات اللي سجل اليوم تاريخ ولادتها بمثل هاليوم من العام 1917 جون كورفونس، عالم كيمياء أسترالي حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 1975. بعام 1934 عبد الرحمن الرشي ممثل سوري. ومن الشخصيات اللي سجل اليوم تاريخ وفاته عام 1991 إدوين ماكميلن، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 1951. بعام 2005 سيرجو أندريغو مغني إيطالي. أما هلأ ليا بننتقل لمادتنا التالية بفقرة هل تعلم، خلونا نتعرف على معلومات يمكن نكون عم نتعرف عليها لأول مرة ويمكن تكون مرأة بحياتنا، خلونا نتابع. هل تعلم أن الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقف عن النمو طيلة الحياة؟ وأن دب الباندا حديث الولادة يكون أصغر حجماً من الفأر؟ وهل تعلم أن معدة الإنسان تحتوي على ما يقارب 35 مليون غدة هضمية؟ وإن الفراعنة كانوا يستعملون البصل كشكل من أشكال الحلويات؟ وإن الفيل يعبر عن حزنه بالبكاء؟ وهل تعلم أن حرير العنكبوت أقوى بخمس مرات من الفولاذ؟ وهل تعلم أيضاً أن مجموع البحيرات الموجودة في كندا وحدها يزيد عن عدد البحيرات الموجودة في جميع دول العالم؟ كما أن تناول برتقالة واحدة فقط في اليوم يساعد على إزالة الجراثيم المتواجدة في جسم الإنسان. أخيراً، هل تعلم أن سور الصين العظيم هو التحفة البشرية الوحيدة التي يمكن رؤيتها من سطح القمر؟ أما هلأ ليا بننتقل لأولى محطاتنا لليوم، ننتقل من أغرب المهرجانات حول العالم لسوريا اللي قدمت عبر التاريخ رسائل حضارية وإنسانية عبر الزمن والأهمية اللي اكتسبتها على الصعيد التاريخي والجغرافي، كيف استمرت رغم كل الصعوبات ورغم كل التحديات والحروب المتتالية، بس القيم الحضارية بسوريا مع الباحث والدليل السياحي عبد الرزاق الحمصي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن أهمية موقع سوريا الجغرافي واحتضانه يمكن عبر الحضارات وعبر التاريخ أهم المهرجانات. سوريا هي وسط العالم، كانت خاصة بالعالم القديم كانت وسط العالم، موقع الاستراتيجي أهل تكون على تواصل حضاري وتجاري مع العالم، من هيك
نشأت كتير حضارات مهمة بسوريا. وسوريا يعني منقول حكمة العالم وعلمة العالم كتير. هنحكي بعض المحطات اللي صارت. أول شيء علمت الحرف. الحرف اللي طلع من سوريا من 10,000 سنة قبل الأبجدية. أول حرف، أول إشارات كتابة كانت بسوريا من 10,000 سنة. بعد منا اتطورت الكتابات. هاي هون مهرجانات للكتابات. أول كتابة هاي عمر 10,000 سنة اللي هون. بعدين صارت المسمارية من 1400 قبل الميلاد. وأرشيف إبلة الشهير طبعاً اللي 17,000 يورو قيم. وتطورت الكتابات. بس أنا بقول إنه من أرشيف إبلة طلعت اللغة العربية. هذا كتير مهم. لأنه كان في نظريات إنه اللغة العربية إجت من الجنوب. بعد اكتشاف أرشيف إبلة ولغة إبلة ثبت إنه 1200 كلمة وجملة وتصريف فاعل حتى حرف الضاد موجود بإبلة. لذلك نحن أول شيء قدمنا للعرب مو بس للعالم اللغة العربية اللي إجت من سوريا. هاي موضوع الكتابات. قلت سوريا سيطرت وحكمت العالم. هلا بالألف الثاني قبل الميلاد هاي بانوراما الإنجازات الفينيقية. بالألف الثاني قبل الميلاد حوض المتوسط بالكامل كان فينيقي. والإنسان السوري الفينيقي قدم للعالم عبر المتوسط شجرة الزيتون والكتابة والموسيقى وأول ألعاب رياضية منظمة. بسوريا في ملعب عمريت 1600 قبل الميلاد بيسع 11,000 متفرج. 11,000 متفرج 1600 قبل الميلاد يعني عمرهم 3600 سنة. هاي نحن الفينيقي اللي قدمه. قدم القوارب. القوارب اللي مربطة بالأخشاب بخوابير الأخشاب. وهي كانت جابت حتى القوارب أو البواخر السورية وصلت لجنوب أمريكا. كاتبة ألمانية ذكرت الشيء هذا أنه وصلت لجنوب لأنه اكتشفنا بجنوب أمريكا. والأصباغ وكل شيء يعني حضارة الفينيقية هي كتير أكتر شيء قدمت للعالم حضارة الفينيقية السورية. إذا بنرجع كمان لأرشيف إبلة. أنا لابد أنه دائماً أذكر إبلة. صحيح. معشوقتي. أرشيف إبلة قدم كتير وإبلة قدم كتير. إبلة ربطت الطرق التجارية بالعالم أو سيطرت على الطرق التجارية. هلأ بهداك الوقت اللي بيسيطر أو لهلأ اللي بيسيطر على طرق التجارة هو بيسيطر على العالم. وإبلة سيطرت على كافة الطرق التجارية من 5,000 سنة. وإبلة قدمت للعالم نصوص طبية ووصفات طبية بالألف الثالث. عقد بإبلة أول مؤتمر طبي، أول برلمان، أول مدرسة. يعني نحن أول تعليم قدم للعالم هو كمان من إبلة أول مدرسة بالعالم. أنا ذكرت كتير عن إبلة. إذا ننتقل لمراحل تانية، سوريا قدمت أباطرة. صحيح. لروما بالقرن الثالث تقريبا الميلادي. روما كانت محكومة بأباطرة سوريين. هلا بفوت على المتحف الوطني بدمشق بلاقي أكثر الآثار بتعود للقرن الثالث ميلادي، فترة الحكم السوري لروما. هذا اللي كنت بدي أسألك عنه أستاذ عبد الرزاق، هي أهم الشخصيات السورية اللي صدرت الحضارة السورية. خلينا نحكي عنها شوي ونفصل أهم الشخصيات السورية. هلا هي الشخصيات، أهم الشخصيات هو مثل فيليب العربي. هذا من شهبة من جنوب سوريا، حكم روما من 244 ل 249 وفترة ذهبية كانت حكمه. صحيح. وفي مجموعة أباطرة جوليا دومنا الأميرة الحمصية وعائلتها الكسندر وكاراكلا تقريبا حكموا 40 سنة كمان وقدموا كتير لروما. اللي أكثر من هيك الشخصيات كتير كتير مهمة أنا دائما بذكرها، المهندس المعماري الدمشقي. نحن مو بس حكمنا روما، عمرنا روما. هلا اللي بيروح لروما بيتباهوا بالآثار اللي موجودة بروما. هي تصميم وتنفيذ المهندس المعماري أبولو دور الدمشقي، عبده الدمشقي بيقولوا له هون بسوريا. كل الآثار خاصة عبود الترجان الشهير وقوس الترجان والأسواق والمسرح، كل اللي بالآثار الموجودة حاليا بروما بتتباهى فيها روما
وهي منتج سياحي رائع بالنسبة لإيطاليا، تصميم وتنفيذ المهندس المعماري. طيب بشو بيتميز، انه كيف نحن فينا نعرف انه هيدا التصميم هو تصميم أبولو، هو تصميم موجود سوري موجود مذكور مذكور، ولكن شو الشيء المميز في ان كان بالنكهه الدمشقيه او النكهه السوريه او هلا النكهه الدمشقيه، او خلينا هيك نحكي مو بس بروما بكل شيء، يعني اذا رحنا زرنا بدنا نعرف انه هذا الشيء سوري. انا بيجي زوار لسوريا بيقولوا لي انه هذا شيء سوري، لانه العمارات هي كانت موجوده بسوريا. حتى مثلا باسبانيا، نحن بالقرن الثامن رحنا لاسبانيا، جيش الشام وصل لاسبانيا والصين وتركنا كثير معالم. وقت يصل اي سائح، وفي ناس مهمين اجوا لسوريا قالوا لي نحن كنا باسبانيا، والدليل السياحي الاسباني قالوا لهم هذا فن معماري دمشقي، يلي احد انواع الفن المعماري الدمشقي هو استخدام الحجر الملون ابيض واسود، هذا بيقولوا له ابلق، وهذا فن معماري دمشقي حصرا، ما اجى من اي ردنه ثانيه. ونحن وقت اخذناه لروما بالقرن الثامن ما كان في ناس ثانيين يعني جابوه. مثل شو عندنا بالشام؟ مثل عندنا بنو خان اسعد باشا، والبيوت الدمشقيه كلها، بيتي بدمشق هو في ابلق، في ابلق، يعني نحن تركنا بصمات. يعني مو بس هيك، حنحكي هلا كمان في شغلات كثير الناس قدموها، يعني سوريين قدموها للعالم من فجر التاريخ لليوم. لليوم هلا من ضمنه كمان المسيحية، دين المحبة طلع من دمشق برحلة بولس. لولا رحلة بولس من بيت حنانيا ما كان في مسيحية بأوروبا. مو بس بولس، كل تلاميذ المسيح كان بالنسبة لهم دمشق مقصد ومنطلق، مثل القديس توما توجه للشرق للعراق وإيران والهند ونشر المسيحية بالهند، واغلب تلاميذ المسيح كلياتهم انتشروا وطلعوا من دمشق. لانه ليش اجوا لدمشق؟ دمشق كانت على تواصل حضاري وتجاري مع العالم، صحيح، سهل انه يتواصلوا مع العالم من خلال دمشق. حتى دين الاسلام كمان طلع من دمشق. نحن بالقرن السابع والثامن الميلادي جيش الشام وصل للصين واسبانيا، نشرنا دين الاسلام، دين السلام، كمان من دمشق. اذا عم احكي كمان عن المسيحيه، نحن في ست باباوات بروما، ست باباوات بروما من سوريا. من أي سنة كانوا؟ عدة سنوات، عدة مراحل، عدة مراحل، عدة مراحل. هن البابوات لهلا موجودين، بس ستة منهم، عدد كبير، ستة منهم من سوريين. مو بس هيك، نشرنا الطب، نشرنا المعرفة، نشرنا اللغات، نشرنا الألعاب الرياضية. في بالعصور الثانية مثل ابن النفيس الدمشقي يلي اخترع الدورة الدموية الصغرى، وهو صحيح. كان كحال وكان طبيب وكان فيلسوف بالقرن 13، هذا قدم علوم كتير طبية لحد اليوم بتتدرس في كتبه، بتتدرس بالجامعات لهلا. يمكن حكينا كتير محطات مهمة معك أستاذ عبد الرزاق الحمصي عن تاريخ وحضارة سوريا، وكنا عم نحكي سابقا كمان الرياضة كان إلى جزء كبير الرياضة بتصديرها، الرياضة المنظمة. وخلينا نحكي عن حكينا يمكن سابقا عن أول ملعب قديم أسري، هلأ حكيت عنه عمريت. هلأ حتى السياحة الداخلية بيروحوا على طرطوس ما بيزوروا، هو 7 كيلومتر جنوب طرطوس، بيسع 11,000 متفرج. عدد سكان عمريت بهذاك الوقت 1600 بالمئات كان 4,000، عندهم ملعب 11,000، طوله 230 متر، عرضه 30 متر، 11,000 متفرج. قديش عمره تقريبا بنحكي؟ 3600 سنة. هذا أقدم ملعب بالعالم. حتى كان في عالم آثار يوناني إجا لسوريا بعتقد بال 2007، قال إنه نحن حضارة اليونان كلها سورية. قال اللغة والرياضة والموسيقى وشجرة الزيتون أخذناها من سوريا، أو السوري طلع نشرة. يعني في كتير أمور حلوة، في تعداد كتير، إذا في لسه معي وقت إنه معي وقت. هلأ لا شك لك دائما أنا عم يطلعوا اليوم كل ما بطلع إنه بحكي تاريخ وبحكي أمجاد، طبعا نحن كل شيء طلع من سوريا، كل شيء طلع من سوريا. يعني بيقولوا لي إنه ليش عم تحكي بالتاريخ، هلأ قلت للمعد إنه شحني ما خلص، لساتني بنحب سوريا وكلياتنا بنحب سوريا، في كثير ناس بتحب سوريا وسوريا حتضل قائمة. بالإضافة لهالشيء، نحن وقت كان عندنا فرط قوة رحنا حملنا حضارة،
بينما الأعداء كتير تكاتروا علينا ليدمروا الحضارة عبر التاريخ وما زالوا، خاصة هاي الحرب الأخرانية. نحن تعرضنا كتير لمآسي. هلأ أنا بدي أجيب تجارب ماضية لحتى درس، لحتى اللي صار بالماضي أصعب 100 مرة من هلأ. مدام لي أنا ذكرته من سنتين هالشي، بعض الشغلات يعني حأرجع، ما حأرجع لتاريخ كتير. من 1910 إلى 1918 السفر بر، صار مجاعة. العسملي القزر ما خلى حبة قمح، ما خلى شب إلا ما أخذهم على التجديد ومو عرفانين لوين رايحين. يعني حتى الناس جاعت بطريقة مو طبيعية. سوري ممكن كان يجي يدوروا على بروس الحيوانات ليأكلوه. كان يجي الطنبور يلم يدق على الباب إنه عنكم ميتين من الجوع ياخذهم. بعد منا إجا مرض، أمراض ومجاعة وكتير حالة كانت صعبة. بس بعدها نهضت دمشق، حتى في فيروس اسمه فيروس الإسباني تقريبا قتل شيء 50 مليون إنسان بالعالم. صحيح. كمان أصاب سوريا. يعني دائما نحن في عنا 10 سنين صعبين، بس هدول العشر سنين عم بقول عنهم من ألف من السنين من 1910 1918 كانوا كتير كتير صعبين. رغم هالشيء طلعت سوريا ورجعت عمرت. وقت اجى الفرنسي يتوقع انه سوريا منهارة، قام طلع له جيش يوسف العظمي وتصدى له وعرف انه فوته مو سهله. لذلك نحن دروس الماضي بتعلمنا قوه، بتعلمنا قوه. وقت نعرف تاريخنا الحقيقي والمشرف والموثق عن طريق وثائق بصير عندنا ثقه بنفسنا اكثر ومنحب بلدنا. واللي عم يأذي بلدنا ببطل يأذيها. إذا بدكم في مثال تاني منجيبه على المآسي اللي صارت بسوريا، تيمور لانك 1401 تيمور لانك دمر دمشق وحلب بالكامل وقتل 80% من رجالات دمشق وقطع روسه ونساوى منهم برج اسمه برج الروس، لهلأ موجود برج الروس. بعد منه أجا جراد وجا طاعون وجا زلزال، كمان 10 سنين صعبين جدا. بس بتعرفي أنه خلال 5 سنين من 1410 1415 الرجل الدمشقي وأهل دمشق رجعوا عمروا سوريا. مو بس الرجل، كمان المرأة. صحيح. لأنه نحن دائما بالحروب تمكين المرأة هو حل رئيسي بإعادة الأعمار. تمكين المرأة، وصارت تجارب كل العالم أنه وقت بعد نهاية الحرب تمكين المرأة هو أحد الحلول بتجاوز المأساة والظروف الصعبة. نحن تعرضنا ل 110 اعتداءات واجهناهم وكلهم انتصرنا فيهم عبر 10,000 سنة، كلهم كانوا انتصار. بس للأسف هو اللي بيعتدي على دمشق هو خسران، ودمشق عم تضل وسوريا عم تضل. وهلا في بحكي بالعصر الحديث يلي بيزور حلب عم يشوف إعادة الأمر. حلب قاست كتير كتير بهالحرب. صحيح. ولحد الآن تقاسي. صحيح. 5 مقاطع بالسوق القديم، السوق المشهور هذا اللي عمره 800 سنة، 5 مقاطع أعيد ترميمها بالكامل. هذا السوق اللي طوله 10 كيلومتر. ولحد الآن لحد الآن السوري حامل رسالات حضارية وتجارية. طلع السوري من سوريا راح على مصر عمر مصانع. صحيح. بالخليج جسور وأبنية وأبراج عمر السوري. السوري راح على ألمانيا طور الطب بألمانيا. صحيح. وباعتراف ألماني. يعني السوري دائما حامل رسالة حضارية. وبحياة السوري ما راح طلع من سوريا حامل تدمير وتخريب. صحيح. يعني وعبر الزمان وعبر التاريخ قديش مهم انه نحن نسمع هالبطولات لحتى لما تخف طاقتنا ونتعب نرجع نستمد هاي الطاقة. طبعا نتحمل. انا هاي الغاية اللي يعني مستمر فيها الضغط. ولكن يمكن في يعني لازم يتوثقوا بطريقة اقوى. يعني ممكن الدراما السورية قلبتها تبع ابن انتي عمي وضعت ايدك على جرح عمي. ولكن في انا من 30 سنة يا عم نادي انه اعادة كتابة تاريخ سوريا بناء على الوثائق السورية، ارشيف ابلة وماري وقريت وثائق سريانية وآرامية، مو خرافات وأساطير. برد بعيد. أنا في ناس عم تزعل مني حتى ضمن المناهج السؤال برد بعيد في كلمة في شغلة. لا تاريخنا ما له أتراك وتورات. صحيح. يعني سوري عم يطلعوا حتى بوسائل الإعلام عم يحكوا عم يخبصوا كتير بالتاريخ. أكيد التاريخ والحضارة السورية عريق جدا. وحاولنا خلال هذا الوقت القصير نضوي أهم المحطات التاريخية. وقلت جملة بالختام، سوري بيصدر الحضارة بكل مكان بيوجد فيه، مو فقط في سوريا، في كل أنحاء العالم. بالختام بدي أتشكرك الدليل السياحي الأستاذ عبد الرزاق الحمصي على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم والله يديمنا حبه. شكرا.
شكرا كثير لك. ما مشاهدينا فصار 9:10 وخلينا ننتقل الى غرفه الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات اللي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلتنا شيرين مصطفى. صباح الخير. صباح الخير ليا، صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لي اهم الانباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ على مطار حلب الدولي، وذكرت مصادر عسكرية أنه حوالي الساعة 8:16 من مساء الثلاثاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة. أعلنت وزارة النقل أنه سيتم تحويل كل الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي إلى مطار دمشق الدولي، وذلك إثر العدوان الإسرائيلي. ودعت الوزارة في بيان المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية، وذلك ريثما يتم إعادة إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان وعودة المطار للعمل. وفي خبرنا الأخير، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي مدرعة عسكرية من قاعدتها في ريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي. وذكرت مصادر محلية أنه لليوم الثاني على التوالي أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي أكثر من 20 مدرعة عسكرية من صوامع تل علو بريف الحسكة الشمالية الشرقية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمالي العراق. ختام الموجز، والآن عودة إليك ليا. شكرا كثير لك يا شيرين، واكيد متابعينا بصباحنا لليوم. ووصلنا لفقرتنا التاليه نود. اكيد ليا، يمكن مع بدايه سنوات الحرب كثير من المؤسسات تواجدت على الارض واستمرت بالعمل الانساني رغم كل الظروف والعقبات والتحديات اللي واجهتها. من هالمؤسسات مؤسسه سوريا بتجمعنا، اللي كان إلى محطات كثير مهمه بالعمل الانساني. ومع بدء العام الدراسي اكيد في جدول للاعمال محضرته لتكون على الأرض مع الإنسان ومع الناس ومع المجتمع المحلي. نحكي عن هي المحطات المهمة. معنا لبنى مسوح، مساعد إداري في مؤسسة سوريا بتجمعنا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير لبنى. يسعد صباحك يا رب. أهلا فيك. يعني بالبداية أكيد مؤسسة سوريا بتجمعنا يعني دائما معطاء بكل الظروف وبكل الأوقات. اليوم مع بداية المدارس، مع بداية يمكن دخلنا لفصل الخريف وحاجتنا لبعض، تمام. شو عملنا ضمن المؤسسة؟ شو هي المشاريع اللي كانت بدمشق والمحافظة السورية؟ يسعد صباحكم مرة ثانية. نحن تزامنا مع بدء العام الدراسي باشرنا بمشروع اسمه مشروع نبض الوطن. نبض الوطن هو كان بالتشارك مع مشروع جريح الوطن، هو بيهدف لتقديم الحقائب المدرسية والقرطاسية لزويل الجرحى للعجز الكلي وتحت الكلي. بلشت بدمشق وريف دمشق وصارت بكل المحافظات السورية. يعني قدرنا نوصل حتى دائما هذا كان الهدف بسوريا بتجمعنا، نوصل للأماكن البعيدة. صحيح. فوصلنا للحسكة، لدير الزور، لحلب، لدرعا، للسويدة. فقدرنا نغطي، يعني إن شاء الله نكون قدرنا نوصل لأكبر شريحة ممكنة من الأطفال. خصوصي يعني كان عنا صراع أنه نباشر بهي القصة ونخلصها قبل ما تبدأ المدارس. طيب أكيد نحن نحكي عن محطات ومشاريع عم تقوموا فيها، في مجهود كبير، في جنود مجهولين عم يكونوا مستعدين دائما مثل ما قلتي ليوصلوا لأكبر عدد المستفيدين. خلينا نحكي عن ترتيب هاي الأمور والخاطرتة، فينا نقول الزمنية، اللي بتقوموا فيها لتوصلوا لأكبر عدد من المستفيدين. يعني مع كل سنة يمكن بتحاولوا توسعوا هاي الخارطة أكثر وأكثر. تمام. هلا نحن بصراحة قبل كل فعالية بيكون في مثل خطة، يعني مثل ما تفضلتي حضرتك، خطة زمنية قديش لازم ننهي، امتى لازم نبلش وامتى لازم نخلص. ففي تخطيط مسبق للموضوع، في جهات معينة نحن نتواصل معها بيحاولوا يزودونا بالقوائم،
يعني مكتب شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين، ممكن يعني اي شيء، مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. هاي القوائم بيزودونا فيها، نحن بنتواصل معها، بنعمل دراسة وبنحط مثل يعني فينا نقول تخطيط مسبق لحتى نبلش بفترة معينة وننتهي بفترة معينة. تمام. لبنى، ضمن الخطط يلي عم تشتغلوا عليها غير تقديم القرطاسية، هل هناك دعم نفسي لأطفال ممكن كانت مناطقهم مدمرة، مدارسهم غير موجودة بالمنطقة، يعني تم مساعدتهم بإدباراتهم، نقلهم على مدارس، تشجيعهم بأنهم هن يروحوا على المدرسة ممكن ضمن قرطاسية، ضمن دعم نفسي؟ خلينا نحكي أيضا عن الدعم النفسي، قديش اليوم مهم لأطفال شافوا شيء لازم هيك ينمحى من ذاكرتهم لحتى يبنوا الأيام الجاي والمستقبل. صحيح. بعلمهم بصراحة نحن مشروع نبض الوطن لما بلشنا فيه كان هذا الهدف، يعني نحن لما بلشنا نوزع قرطاسية نحن عم نركز، وبصراحة دائما مشاريع سوريا بتجمعنا يعني مصرة على أنه توصل لأكبر عدد من الأطفال وخصوصي الطلاب، يعني لما نكون معهم نحن، لما تشجعيهم على العلم، يعني خصوصي بهالوقت أنت بحاجة لهذا الجيل اللي بده يبني سوريا المستقبل. فلهيك حاولنا قدر الإمكان لما نوصل، لما تشوفي الفرحة على وجه الطفل وعم يفتح الشنطة، لما تحببيه بالعلم بالمدرسة أنه يحاول يرجع، هاي الفرحة كانت لنا أكثر منهم بصراحة. يعني في منهم ما كانوا داخلين مدارس، لما شاف الشنطة وهيك وعم يشوفها وعم ينبسط فيها، يعني هو اللي تشجع أنه حابب يروح على المدرسة. حتى تعطيكم يمكن تحفيز هاي الفرحة بعيون الأطفال، مسؤولية، نحن بترجع علينا أكثر منهم، يعني نحن الفرحة تبعنا أكثر من الفرحة تبعهم. طيب خلينا نحكي، دائما في عندكم محطات عديدة لكل فينا نقول حدث، يعني مع بداية العام الدراسي دائما بتكونوا مستعدين لتكونوا على الأرض من أجل مثل ما قلتي لتوصلوا أكبر عدد مستفيدين عشان القرطاسية، لوازم المدرسية. هلأ كمان على باب فصل الشتاء أكيد في لكم تحضيرات، يعني عندكم مشاريع دوائي، تنفس، تحضير للشتاء. خلينا نحكي عن هي المحطات واستمرارها، يعني أهم شيء يمكن الاستمرار. نشوف نشاطات مثلا بتواكب الحدث وخلص بتوقف، بس هيدا الحدث موجود بشكل سنوي، فهيك الاستمرار هو أهم يمكن جزء بهذا العمل. تمام. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك، في عنا مشاريع هي مشاريع مستدامه، فينا نقول يعني هي دائمه، ما انا لفترات معينه. مثل ذكرتي حضرتك مشروع دوائي، مشروع دوائي كان الهدف منه هو بغطي الامراض المزمنه، ضغط قلب، كوليسترول، ربو اطفال، السكري، فتوجهنا فيه بصراحه لكل شرائح المجتمع. هلا بلشنا، اول ما بلشنا فيه بلشنا توجهنا للعائلات لكبار السن، العائلات الاكثر فقرا يلي ما لها معيل، هو بتستفيد العائلة من الدواء لمدة سنة بشكل مجاني، وكل شهر بتروح بتجيب أدويتها من الصيدليات اللي نحن متعاقدين معها. فهذا هلأ بصراحة هو نحن بلشنا في دمشق وريف دمشق، الخطة كانت أنه كمان نطلع فيه لكل المحافظات، بس رفع الأدوية يعني الغير معقول اللي صار خلانا شوي نرجع نعيد النظر بس بالدراسة لنشوف كيف الطريقة اللي نقدر نوصل فيها للمحافظات. كمان مشروع تنفس بلشنا فيه مع الكورونا تحت شعار معاش المرض، هو إعارة أجهزة توليد أكسجين بشكل مجاني بالكامل لكل المستفيدين. هو نشأ بوقت كورونا، بوقت الكورونا. تمام. أول أزمة الكورونا، فهو جهاز توليد أكسجين إعارة بشكل مجاني بالكامل لمدة أسبوع، وقابلة للزيادة حسب التقرير الطبي وحسب حاجة المريض، حسب الحالة. تمام. حتى بالإضافة لبنى، في سلال غذائية هي عم تتقدم لعائلات. تمام. باستمرار، وممكن تتبدل العائلة إذا تحسن وضعها المادي. كمان خلينا نحكي، هل هي ضمن دمشق فقط ولا هي ضمن المحافظات؟ وشو هي الداتا يلي نحن بنعتمد عليها بالسلال الغذائية، وإنه خلص هي العائلة هي اكتفت، صار عندها معيل، كبر ابنها أم شغل. تمام. صار إلى معيل، بننتقل إلى عائلة بحاجة أكثر. كيف نحن بنعتمد بآلية شغلنا على الداتا وعلى المعلومات؟ تمام. هلأ السلال الغذائية هي من ضمن مشروع نحن بلشنا فيه من أكثر من 5 سنوات، اسمه على امتداد الوطن. على امتداد الوطن من اسمه أنه نحن نروح لكل المحافظات. الهدف أكثر من أنه هو في شيء نقدي وفي شيء عيني. العينية اللي هو الإغاثة مثل السلال الغذائية، فما تفضلتي حضرتك ممكن تكون كسوة صيفية، ممكن تكون كسوة شتوية، ممكن تكون حرامات، ممكن تكون يعني حسب شو نحن بنقدر نقدم. هلأ الهدف منه أكثر من أنه نقدم، هو أنه نقدم لهم إياه ببيوتهم، يعني المحافظات طلعنا نحن لعندهم. مثل ما ذكرت قبل، نحن حاولنا نوصل للبيوت البعيدة، للمناطق يلي ما حدا قبل قدر يوصلها، يلي ما حدا قدر يعني يقدر يوصلهم لو جزء من المساعدة. فنحن توجهنا لعندهم بكل المحافظات السورية، نحن تقريبا كل شهر أو شهرين عنا زيارة لمحافظة.
فممكن حسب الحاجة، ممكن السلة الغذائية، ممكن الكسوة مثل ما حكيت. هلأ الداتا، نحن في عنا داتا بالمؤسسة موجودة من أول ما بلشنا، يعني إحنا قلنا 11 سنة على الأرض. صحيح. فمن أول ما بدينا الداتا موجودة تمام. يعني في ناس بنعرف نحن، إنه كونه نحن بزيارات دائمة لها بنعرف إمتى هي بحاجة، شو صار معهم. هلأ من ضمن المشاريع اللي حكينا فيها قبل كان مشروع بداية. مشروع بداية كان موجه لجرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة. كمان من اسمه انه انت، هو مشروع مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، بس انه شيء بيعرف يشتغله هذا الجريح نقدر نساعده فيه، نفتح له هذا المشروع يكمل فيه حسب هو شو بيعرف يعمل. يعني في ناس مثلا شاطرة بتصليح الموبايلات، ممكن نفتح له هذا المشروع يقدر يكمل فيه ونحن مكملين معه انه وين صرت شو صار معك. يعني بعض الاحيان تامين شغل تماماً. يعني بتعطي دعم نفسي اقوى تماماً. من انه ينعطى شيء عيني. صحيح، لانه انت عم تحولي من شخص بحاجه لشخص يعني معطى تماما له وجود بهذا المجتمع. طيب خلينا نحكي، يمكن اشرتي لنقطه كثير مهمه. هلا اعمال الخير ما بيتوقف بسوريا، ايادي الخير البيضاء ممدوده دائما رغم مثل ما قلنا التحديات والظروف، الغلاء المعيشي الكبير وتزايد الاسعار بشكل مستمر. زيادة الأسعار إذا بدنا نقول عطت عليكم عبء، يعني صار في عندكم ضغط وعبء، لأنه كل سنة أنتم بتقولوا أنه نحن بدنا نزيد الخارطة المستفيدين، بس لما تزيد الأسعار أربعة بتحسي عم تقل الدائرة ولا لا؟ عم يكون في أيادي بيضاء عم تمد وعم تساعد، يمكن عم تكون إيدها بإيدكم بشكل مستمر؟ هلا هي أكيد عم تعمل عبء. عبء شو؟ عبء أنه نحن بدنا يعني نزعل أنه نكبر. صحيح. بدنا نعيد شوي دراسة بالموضوع. هلأ الأيادي البيضاء أكيد الحمد لله موجودة، يعني مثل ما بيقولوا إذا فضيت البلد من الخير يعني معناتها ما عاد نقدر نكمل. صحيح، بلد الخير. صحيح. فلا أكيد أهل الخير موجودين، نحن يعني الداعمين سواء أصدقائنا أصدقاء المؤسسة خارج البلد، ممكن هون من أهلنا وإخوتنا اللي موجودين هون. فالخير ما بيوقف، بس نحن هون شوي بنصير بنحاول ندرس بس الجدوى للمشروع اللي عم نبلش فيه، لانه نحن بنحاول دائما نكون يعني عم نعطي الشيء اللي نحن بنرغبه. يعني لما نحن مثلا الحقائب وزعناها، نحن مثل ما بنرغب لحالنا ناخذ احسن انواع، ما بيهون علينا يعني نحاول. صح. نعطي نوع مو حلو او نوع مو ظريف للاولاد. نعم. فهذا الشيء بس عمل علينا فكره انه نحن بدنا نرجع نعيد الدراسه بالموضوع لحتى نقدر نحدد الخطه اللي جايه. تمام. مؤسسه سوريا بتجمعنا، يعني غنيه عن التعريف، غنيه عن التعريف بالعطاء يلي هي دائما بتطمح فيه. كل التحيه لكل الكوادر وللجنود يلي عم يبذلوا جهودهم لحتى يمكن يزرعوا البسمة والفرح والأمل ببكرة اللي جاية. شكرا كتير لكم لجهودكم لأفكاركم لمشاريعكم المعطاء دائما. لبنى مسحنا نشكرك. شكرا كتير لكم، وبدي أشكركم أنا قناة الإخبارية دائما مواكبيننا بكل المشاريع من أول ما بلشنا، ويعني نحن نعتبركم شريك معنا بعمل الخير. فشكرا كتير لكم، وإن شاء الله سوريا بتجمعنا دائما على المحبة إن شاء الله. يا رب. وأكيد تحية لكل جنود المجهولين في سوريا بتجمعنا. 11 سنة من العطاء، إن شاء الله بنحتفل معكم بالسنة المية يا رب، ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا، الله يعافيكم. شكرا لك. أما هلأ ليا بننتقل لمادتنا التالية، وتحديدا لمحافظة حلب، حيث أقامت مطرانية حلب واسكندرون وتوابع للروم الأرثوذكس حفل خيري على مدرج قلعة حلب التاريخي. التفاصيل مع مراسلنا بحلب أنس رمضان. ضمن نشاطاتها الخيرية، أقامت مطرانية حلب واسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس حفلا خيريا على مدرج قلعة حلب التاريخي. إن شاء الله بيكون هالأسبوع أسبوع من نور، وإن شاء الله هالنور بيكون من حلب إلى قلب كل محب لحلب ولسوريا، وإن شاء الله بيكون نحن قدرنا من خلال هالأسبوع، من خلال أسبوع النور اللي شمل فعاليات مختلفة ومن ضمنه هالحفل الحلبي الطربي الخيري الحلو اللي مثل ما شايفين بيجمع كل الحلبيين. إن شاء الله منكون أدينا رسالة النور من حلب إلى كل العالم. لفتني العنوان، اسم الحفل نور من حلب، يعني أحسن سيدنا بتسمية هذه الاحتفالية بهذا الاسم، انطلاقا من قول السيد المسيح أنتم نور العالم. أحيى الحفل الفنان فارس أحمر وسط حضور جماهيري لافت،
وأنشد أحمر الموشحات والقلود الحلبية والموال الحلبي وسط تفاعل الآلاف. الجمهور الحلبي بحاجة لأنه يسمع، بحاجة لأنه ينطرب، بحاجة لأنه تنعاد السلطنة. أستاذ الكبير المرحوم اللي غاب الجسد ولكن روحه معنا أستاذ صباح فخري، صح فارق الحياة ولكن نغمه وتراثه اللي وظفوا قدموا للناس هو موجود، ونحن مهمتنا وخاصة هلأ نحن دائما بنذكر تزامن تسجيل لائحة اليونسكو القدود الحلبية، هذا هو التوثيق، هذا التثبيت للقدود الحلبية. كتير مهم طبعا لأن نحن أساسا هون الشعب منصهر ومتماهي مع بعض، أكيد هذا الشيء بيهمنا كلها، ثقافتنا يعروبيتنا نحن كلياتنا نحن هون مع بعض. أكيد أكيد لأنه أحلى شيء بحلب الطرب الحلبي. أكيد كتير مبسوطين نحن بقلعتنا الحلوة ومشكورة البتركية عملت لنا الفعالية الحلوة. ويعود ريع هذا الحفل الذي يأتي ضمن أسبوع نور من حلب لجمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان وصندوق الدعم الطبي في بتركية أنطاكيا وسائر المشرق. أنس رمضان، الإخبارية السورية، حلب. متابعينا اكيد بصباحنا غير، ووصلنا الى فقرتنا التاليه ومع المواهب الشابه اللي دائما نحن بندعمها ضمن صباحنا، فاكيد الشباب السوري دائما معطى، دائما عنده شيء بيميزه. اليوم رح يكون معنا شاب فنان بيتميز بشغله الخاص وبيتميز برسم التفاصيل الواضحه للوجوه او للبورتري. خلينا نستقبل معنا ونرحب بنصر سلامي يلي رح يشاركنا اليوم صباحنا من اللاذقيه. صباح النور. سعد صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك على شاشه الاخباريه. صباحك. خلينا نحكي عن موهبتك اللي هي الرسم، قبل ما نشوف شيء من شغلك على الشاشه، كيف بلشت البدايه؟ بصراحه قديش لك بترسم؟ بالبدايه انا وعيت وانا برسم. بلشت يعني بلشوا الناس يشوفوا انه انا عندي موهبه الرسم، يعني كان اي حدا يشوفني راسم، انا تقريبا كل يوم برسم لليوم. وكبزنس صار لي 7 سنين بشتغل فيها. وكنت كل سنة عن سنة اتقدم خطوة. شو دارس حضرتك؟ بدرس حقوق جامعة تشرين. نعم نصر، شو هي اللوحات يلي بلشت ترسمها واخذت خط محدد لإلك، اخترت الخط او اللون اللي انت بتحبه؟ شو هو؟ بورتريه الوجوه. الوجوه يعني اختصيت بهذا المجال وكفيت فيه. عم نشوف هلا هيك، خلينا نحكي على هالبورتري عن جد، الديتيلز والتفاصيل يلي واضحه ضمن يعني اللوحه يلي عم تنعرض. خلينا هيك نحكي عنها، قديش بتحب التفاصيل؟ اكثر شيء بحب تفاصيل الرسم، هلا هذا الرسم الديجيتال، اكثر شيء بحب رسم العيون. اكثر شيء شفنا اول شيء بالفحم، كمان بتفضل كمان الفحم اكثر؟ طبعا انا ما بحب زياده الالوان، بحس الفحم الابيض والاسود ارطب. قديش بتاخذ معك اذا بدنا نقول شغل اللوحه؟ ويمكن التفاصيل جدا مهمه حتى للشخص، يعني أكيد طبعاً. لما ترسم وجهه هو عم يضحك، طريقه العيون، الابتسامه، قديش بدها شغل ورده الفعل كيف بتكون لما الشخص يشوف هي التفاصيل الحلوه؟ هلا المدة تقريبا يعني 2-3، هي بدها شي 5-6 ساعات حسب المزاج، ممكن تخلص بيوم واحد. ردة الفعل الكل بحب الرسمة، لأنه أنا بعتمد شي بشغلي إني أنا بجمل الشخص، لأنه كلنا بنحب نشوف حالنا أجمل، فبعتمد هيدي النقطة دائما. تمام. اليوم يعني نصر، كيف انت بتقدم هاي اللوحات يلي عم نتابعها سوا، كيف بتقدمها للناس، كيف بتقدمها للعالم؟ هل السوشيال ميديا اكيد هو دائما بنقول هو سلاح ذو حدين، مرات بنسوق لحالنا ولا لوحاتنا بشكل حلو، ومرات يمكن ناخذ انتقادات لاذعه بتكون بحقنا وبحق مجهودنا وشغلنا أكيد. وتعبنا وموهبتنا طبعا. اليوم خلينا نحكي عن التسويق، وخلينا نحكي عن دور السوشيال ميديا مع الفنان خاصه اللي هو اكثر حساسيه. هلا بصراحة السوشيال ميديا هي الأساس. أنا من 7 سنين لما بلشت أعرض بالسوشيال ميديا على الفيسبوك، وكنت كل سنة أتقدم عن اللي قبلها، يعني كنت أول شيء أرسم أوردرات ضمن محافظتي اللاذقية، بعدين ضمن محافظات سوريا كافة،
واليوم الحمد لله لكل دول العالم تقريبا. يمكن السوشيال ميديا مثل ما قلت لعبت دور ايجابي بانتشار وتسويق. انا بشوفها هي اهم معرض مواهب الشباب لاي شخص عنده موهبه او اي شخص عنده صوت بده يوصله عن طريق السوشيال ميديا. هي يمكن النقاط الايجابيه للسوشيال ميديا اللي فعليا لازم نستغلها اليوم بعيدا عن النقاط السلبيه للاسف اللي عم تتم وتنتشر بشكل كثير كبير. خلينا نحكي مثل ما قلت بلش بمحافظتك، انتقلت للمحافظات الاخرى وخارج القطر عفوا، اليوم عم تشتغل كمان فينا نقول لفنانين مشهورين بسوريا وخارج سوريا، كيف بلشت معهم؟ مين اول حدا حكى معك؟ ردة فعلك هلا بلشت تشوف الفرحه والابتسامه على وجهك، هي التفاصيل يمكن بتعني لك على الصعيد الفني بشكل بتعني لي كثير وبفتخر لما فنانين مشاهير بيقدروا هذا الشيء. كانت البدايه مع نسرين طافش ولليوم، وكثير دعم يعني معنوي دائما، وكثير مثل سيرين عبد النور، جيني اسبر، كذا حدا دائما بنبسط يعني باي شيء بقدم لهم اياه وهن بيحكوا وبيقدروا هذا الشيء. بتحب لهلا انه ترسم له لوحه وفعلا تقدم له اياها هيك كثير؟ هلا مقدم لها كثير بس لسه بقدم لها نسرين طافش. تمام. نصر، يعني في معارض شاركت فيها كان لك مشاركات باللاذقيه بالشام؟ بصراحة لا، بالوضع اللي نحن فيه لا. أنا بشوف أنه أهم معرض اليوم نحن بالعالم الافتراضي هو السوشيال ميديا. بس ممكن بعض الأحيان معرض. حدا يأخذ هاي الرسمة ويقول أنا راسمة، هلأ اسمي موجود عليها موجود وصار يمكن في عالم بيعرفه يعني لو شي الكذب بيبين يعني مع الوقت، لأنه كله بيعمل إيديت يمكن للصورة بينشال اسمك بينحط اسمك. صار هيك شيء كتير يعني صار كتير هيك شيء. طيب لوين بتحب توصل بموهبتك وبالمستقبل؟ عم تقول فعليا من أنت وصغير بلشت ترسم، سبع سنين فينا نقول هي عملية. الموهبة تحولت لحرفة ولمهنة يمكن وباب رزق. بالمستقبل انت كشاب يعني صغير مبلش باول عمرك، شو حابب تعمل بالمستقبل؟ هلا بالمستقبل ما بعرف رب العالمين شو كاتب لي. طموحي ما له حدود، ماني مخطط بشيء محدد، انا عم بسعى وعم بشتغل دائما لاتطور وما بعرف شو بيصير لقدام. يعني ما في شيء محدد. تمام يا رب. يعني دائما الطموح بالنجاح يعني كثير مهم للاستمراريه للوصول الى العالم. يعني نصر، نحن دائما ضمن صباحنا بنحب ندعم المواهب الشابه وبنحب ندعم هذا الطموح. يعني حكينا عن العمل، حكينا عن الحلم، وحكينا عن المستقبل. اليوم يعني اكيد الحياه ما بتتوقف بس عند الرسم، هل عندك طموح ثاني بمجال دراستك بمجال بزنس كمان يعني هيك يكون عبره لكثير ناس؟ هلا انا عم كفي دراستي كدراسيه بس ما انها شغل الي بالمستقبل كشغل. اكيد رح طور اكثر من الرسم كتعديل صور وتصوير لقدام ان شاء الله. طيب خلينا يمكن نوجه كلمه لكل الشباب السوري اليوم اللي عنده موهبه وحابب يكمل فيها ويستثمرها ويستغل السوشيال ميديا بطريقه ايجابيه. يمكن مثل ما قلنا اليوم صعب ضمن الظروف الحياتيه اليوميه تقدر تعمل محل او شغل خاص فيك، التسويق عم يكون عبر السوشيال ميديا ليعرف عنك عن موهبتك عن شغلك. كثير عقبات ممكن تواجه الشخص. أكيد. يمكن كثير من الناس ممكن بدل ما تعطيك طاقه ايجابيه بعد ان اهلك تنتقدك، كيف هي يمكن العقبات استغليتها لتكمل شغلك وتستمر؟ لكل شاب او صبيه فعليا حابب هيك يبلش بهي الخطوات الاولى شو بتقول له؟ بقول لهم دائما يامنوا بموهبته، يجاهلوا الانتقادات لانه بالبدايه كلنا عندنا اغلاط كرسم، والسوشيال ميديا هي الاساس. بس انت تعرف تقدم المحتوى صح بطريقه مناسبه وتعرف تصور صح وتتعامل مع الاشخاص بطريقه لبقه، وهيك اكيد بيوصلوا ويضلوا يسعوا ويشتغلوا. صحيح. تمام. يعني كثير من الانتقادات بتكون بتعطي طاقه بتعطي قوه لبعدين. خلينا نحكي عن يمكن اكثر انتقاد تنمر مطب مرقت فيه قواك اعطاك القوه لحتى تكفي وحتى تورى ظهرك ومشيت او دعست عليه ومشيت؟ هلا انا تقريبا اي شيء سلبي بحطه ورا ظهري، بس اكثر كومنت تكرر كذا مره، عرضت لوحاتي هو معرض جروب مصريين فيه 2 مليون شخص
وكان في كذا كومنت بما معناه انه رسم ذوات الارواح حرام. يعني كان الامر كثير مستفز، يعني يبعثوا لي على الخاص وانت عم تعمل شيء حرام وانت رح تتحاسب على هذا الشيء. اكيد للفن، انا اكيد كفيت وتجاهلت هذا الشيء لانه ما انه حرام. صحيح، اكيد الفن له رساله كثير جميله، واساسا رسم البسمه على وجوه الناس من خلال هيك شفت رسمتهم تفاصيلهم الجميله بتنعكس على الصوره، هي يمكن اهم أكيد. انجاز بتقوم فيه. خلينا نحكي عن محافظه اللاذقيه، اكيد تحيه لكل اهالي اللاذقيه. قديش لعبت دور بتنميه موهبتك؟ لانه مناخ اللاذقيه، طبيعه اللاذقيه، مناطق جدا جميله موجوده باللاذقيه يمكن كثير من الناس ما بتعرفها، تنعكس حتى يعني الطبيعه أكيد. المناخ، الاماكن الجميله، اكيد بتلعب دور أكيد بنفسيتك وموهبتك كفنان. اكيد، وانا عندي اجواء حتى ارسم، يعني انا بس بدي اكون عم برسم كل لحالي باغاني وبفصل عن الدنيا، بصير بعالم ثاني، عالم بيشبهني اسمى وارقى من العالم اللي نحن فيه. اكيد تمام. يعني نصر، نحن اليوم انبسطنا بوجودك معنا، بدنا نشكرك. شكرا. انا بدي اشكركم كتير، واكيد ناطرينك توصل لمحل ما انت بتحب. شكرا، وانا بدي اشكركم واشكر استضافتكم لي واشكر كل اللي دعموني. أكيد نتمنى لك التوفيق بكل مشوارك الفني. بالختام حابب توجه تحية لأهلك أو كل حدا دعمك؟ بدي أشكر كل شخص دعمني وساعدني ووقف حدي حتى وصلت لهون. نعم، موفق أكيد. شكراً كثير لك. مهلا مشاهدينا متابعين بصباحنا غير، وخلينا ننتقل إلى محافظة السويدة، حيث تم بإشراف اتحاد الطلبة وبالتعاون مع الجامعات السورية وفروعها في المحافظات افتتاح المركز الثقافي، افتتح في المركز الثقافي عفوا فعالية عينك على اختصاصك. تفاصيل أوفى مع زميلنا شام حمد. بإشراف اتحاد الطلبة والتعاون مع الجامعات السورية وفروعها في المحافظات، افتتح في المركز الثقافي فعالية عينك على اختصاصك، والتي تهتم بتعريف الطلاب المقبلين على مفاضلة القبول الجامعي بماهية الكليات والاختصاصات التي سيتقدمون لها ومساعدتهم على اختيار الأنسب والأفضل لهم. فعاليتنا اليوم هي عينك على اختصاصك، لأطلق الاتحاد الوطني طلبة سوريا بجميع الجامعات السورية وفروعها للتعريف بالأقسام الموجودة بهي الكلية، بعدد السنوات التي تدرس بهذه الأقسام، بالمواد النظرية وما هي المواد التي تحوي جزء عملي منها، ما هي فرص التوظيف بعد التخرج، والتوعية يكون الطالب يختار فرعه برغبة منه. مهمة هذه الفعالية هي تعريف الطلاب المقبلين على مفاضلة القبول الجامعي لعام 2022-2023 بماهية الكليات والاختصاصات التي سوف يتقدمون لها، الكوادر المشرفة على إدارة هذه الطاولات التي نراها سوية بما تحتويه من مشاريع وأعمال طلابية مؤهلة لدرجة كبيرة لشرح المعلومات المختصة. نحن اليوم افتتحنا هذا المعرض كرمال الطلاب لحتى يتعرفوا عن كل كلية وأقسامها وشوي عن مشاريع. هذا المعرض بيخدم الطلاب، يعطيهم شوي فكرة كيف شو نحن عنا مشاريع بهي الكليات. احنا عنا 7 كليات بالسويدة، كل عميد كلية رح يشرح عن الكلية اللي وعن مشاريعها وعن أعمالها. الاختيار الصحيح والمناسب من أهم مقومات نجاح الطلاب وتفوقهم ودخولهم إلى سوق العمل بقوة، وهذا ما يسعى اتحاد الطلبة إلى الوصول إليه من خلال المتابعة والاستمرار والتنسيق مع كل الجهات لإيصال الطلاب إلى مبتغاهم. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء. أما هلأ ليا بننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم برحلتنا الصباحية، وننتقل للمحطة الطبية. رح نتطرق فيها لموضوع حكينا فيه سابقا عن البدانة والسمنة وطرق التشخيص والعلاج وما دور الجراحة التنظيرية والجديد فيها، من خلال أسئلة رح يجاوبنا عليها الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، استشاري جراحة عامة وصدرية وتنظيرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. نعم، أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بحلقات سابقة ودائما بنحكي عن السمنة على السمنة، ولكن اليوم عم نشوف كتير في حلول جذرية عم تكون، ولكن ببعض الأحيان عم تكون بشكل مؤقت لبعض الناس ما عم يلتزموا بالتعليمات وإلى آخره. اليوم العمل الجراحي قديش هو له تأثير كبير على يعني على التخلص من السمنة والالتزام به، قديش هو كمان بيحافظ على الجسم؟
هلا بس نحن نبلش اول شيء تعريف البدانة بشكل عام السمنه كذا شلون. هلا نحن عندنا في شغلتين مقياسين صغار نشتغل فيهم. اول مقياس نحن الانسان طوله بشكل عام ناقص منه 100، فهذا تقريبا هو الوزن المثالي تبعته. في شيء اعقد شوي بسموه مشاكلة الجسم، الوزن على مربع الطول بالمتر، عرفت كيف؟ طبعا فوق ال 35 اذا في امراض ثانيه معناتها عندنا نحن سمنه مرضيه او بدانه مرضيه. تحت بيكون صرنا نحكي سمنه خفيفه. هلا نحن في عندنا عده طرق لعلاج البدانه، بنبلش من الحميه، التمارين الرياضيه، عرفت كيف؟ ممكن الانسان شويه تغيير نمط الحياه تبعيته منه يعني كثير انه يخفف من مشاكل البدانه وياخذ حلول جذريه. المشكله الاساسيه بالبدانه حاليا اللي صارت افه او صارت وباء، يعني نحن نمط الحياه اللي عم نعيشها، طبيعه الغذاء، الوجبات السريعه، قله الحركه، كلها هي عم تساعد انه نحن يكون الحيوانات اللي عم تدخل على الجسم اقل من الوارد، عرفت شلون؟ فعم تتراكم، هي بتخزن بشكل شحوم بالاماكن بالجسم. تغيير نمط الحياه كثير بيفرق معنا. هلا نحن وقت نكون سمنه مرضيه او في امراض ثانيه، فنحن عم نكون بقى شو اسمه بدنا حلول جذريه. هلا بدراسه بكليه الملكيه للجراحين البريطانيه من حوالي 20 سنه هي بلشوا، لقوا انه معظم التبو حميه غذائيه مع نمط تغيير نمط حياه مع تمارين كذا حوالي 90% منهم استفادوا، لكن بعد سنتين رجعوا كسبوا وزن مره ثانيه ما استفادوا. فلذلك صار وقت انه نحن العلاج الجراحي هو الحل الامثل يعني او الادوم، تمام. وطبعا في عده طرق للجراحه وعده طرق للشغل. هلا الشيء اللي الجديد عم ينحكى فيه واللي كثير اخذ صدى والاف دي وافقت عليه فتره شلون، هي مماثلات الجي ال بي 1 الجي ال بي 2 شلون. هي عباره عن ابره شلون، في ابره بنعطى كل يوم مثل فيكتوزا، او ابره بنعطى كل اسبوع ابره مزاج شلون. هاي لو انه هلا اخذت موافقه مو بس علاج الداء السكري، لا انه كمان اخذت حتى موافقه لتخفيض الوزن، عم تخفض وزن حوالي 30% خلال سنتين. طيب دكتور، قبل ما نخوض اساسا يمكن اخر خيار بيتجه له المريض هو العمليات الجراحيه للتخلص من السمنه، لكن خلينا يمكن نوعي الناس شوي ببعض التفاصيل، لانه عم نشوف العشر سنوات الاخيره في نسبه تزايد كبيره ما كنا نشوفها سابقا، مثل ما قلت يمكن بسبب ستايل الحياه اختلف، التطور، التكنولوجيا، استسهال الامور ما كانت مثل قبل. في امراض اساسا بسبب السمنه، يعني بسبب السمنه في كثير من الامراض ممكن يصاب فيها الشخص طبعاً. تاثر على صحته. عم نشوف يمكن شباب صغار للاسف عندهم امراض يمكن بسبب هي السمنه، فخلينا نحكي عن الامراض اللي ممكن تسببها السمنه الزائده. هلا السمنه الزائده بشكل عام اساسا تتفق دائما السمنه مع الداء السكري النمط الثاني او التاهل للداء السكري النمط الثاني. هلا في عندنا شيء بسموه متلازمة الاستقلابيه، بتصير اكثر شيء عند النساء، ممكن عند منك يكون عند منك مبيض متعدد كيسات، شعرانين اماكن غير مالوفه، عدم انتظام بالطموس، يعني الدواء بتكون غير منتظمه، هي كمان تافق كثير مع السمنه. ارتفاع الضغط الشرياني كثير بيرتبط بالسمنه، عرفت شلون؟ فلقوا كثير دراسات انت وقت عم تخفض الوزن حوالي 10% كثير داء السكري او التاهل عم يتراجع، خاصه النمط الثاني بتراجع بشكل ملحوظ. الضغط ممكن يتسيطر عليه شلون بادويه بسيطه او ممكن بدون ادويه، عرفت كيف؟ مجرد انه احنا نقصنا وزن شوي. هلا هذا الحكي خلى مفهوم يطلع شيء جديد عند منا شلون، في شيء اسمه هلا حاليا مفهوم الجراحه الاستقلابيه. مثل ما مريض وزنه عادي ما انه، ولكن احنا بسبب الداء السكري نمط ثاني او الضغط او متلازم استقلابي عم نحكي عنه شلون، ممكن تعمل له جراحه او يلجأ للجراحه شلون لضبط هالامراض هي اللي هي متافقه قلت لك بشكل اساسي مع السمنه، عرفت شلون؟ كداء السكري نمط ثاني او ارتفاع الضغط الشرياني او البي سي او مبيض متعدد الكيسات. نعم دكتور، خلينا نحكي عن الفرق بين يعني العمليات التجميليه او الجراحه التجميليه وبين شد البطن، يعني شو الفرق؟ مو فرق، لان احنا عاده ولا لازم يكون في علاقه مرتبطه بين احنا اللي بصير عند منك نحن انه في ناس كثير لساتها مفهوم انه انا والله عندي شويه وزن، عم ظبط شويه وزن فانه خلاص تحسنت الامور تبعتي بشلون. في ناس دكتور طب شد لي بطني او شفط لي شويه شحم. الجراحه التجميليه باب والجراحه الاستقلابيه او جراحه البدانه باب ثاني شلون. يعني احنا كثير احيانا ما بدنا نعمل عمليات بدانه مثلا، بعد صناعه التاهلات كذا ممكن يضطر يعمل له شد بطن او شفط او كذا شلون. لكن عمليات شد البطن او شفط الشحوم هي مو عمليات لا للبدانه ولا كذا، هي بما انه انت عم تصلحي ديفويات معينه شلون، عيوب معينه عم تظبطيها شلون،
او اساسا يعني بعمليات الشد والشفط مسموح لك انه اكثر من 7 8 كيلات ما فيك تشدي او تشفطي عشتون، تمام؟ فهي ما عملت بدانه عشتون. الخلايا الشحميه بالجسم لها خاصيه معينه، الخليه الشحميه فيها تخزن شحوم قد 50 ضعف حجمها، فانت وقت بتعملي شد او شفط عم تروحي قسم من الخلايا الشحميه، لكن الخلايا المتبقيه ممكن ترجع تخزن الشحوم وكذا عشتون، تخليه واحده 50 ضعف حجمها. فما هي مو حل لعمليات، مو حل للبدانه، مو حل لعمليات للمشاكل الاستقلابيه، هي مثلك عمليات لانه تحسن شكل مظهر معين او انه بعد عمليات بدانه او بعد نقص وزن شديد عشتون، اذا في تاهلات او في عيوب معينه تظبطها. فهي كثير بتفرق عشتون، الناس للاسف لسه بتخلط انه تفكر انه والله معي كم كيلو بشفط مش الحال. يمكن هي فينا نقول دور العمليات الجراحيه العلاجيه، يعني بشوف ناس بتتجه للعمل الجراحي للتخلص من البدانه الزائده مثل قص المعده، ربط المعده، كثير خيارات. خلينا نحكي ربط هلا ربط المعده عمليه صارت من منسيات، يعني صارت من كذا كثير اخذت صيحه وصدى من 20 سنه، هلا حاليا صارت من يعني كثير خيار كثير 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 يعني ما حدا بيحطه بالوحده بيشتبه. العمليه عم تصير 70% من العمليات البدانه اللي بتصير بالعالم حاليا هي عمليه قص المعده. هلا عمليه قص المعده عمليه بالتنظير كثير سهله، طبعا بدها خبره بس يعني انه يعني مالوفه، عرفت علي شلون؟ نتائجها سريعه. بتبقى قديش استئصال للمعده تقريبا؟ هلا عاده بين 75 ل 85% من حجم المعده الاساسي. بس نحن الفكره بالعمليات قص المعده انه مو بس نقصنا حجم المعده، انت في قسم اللي عم ينشال بيفرز هرمون اسمه الجابلين، هذا الهرمون هو مسؤول عن الشهيه، بنفس الوقت هذا الهرمون بيتدخل بعمل الانسولين بيخلي ما يشتغل مزبوط، عرفت كيف؟ فنحن وقت عم نعمل قص معده فنحن عم نقص الحجم الوارد، عم نخفف هالهرمون هذا، فبصير الحرق انه بياثر على الانسولين بيوقف شغله، فبصير حرق الانسولين اكثر، الانسولين بيحرق سكر، بعد فتره خلص انه السكر حيبدا يسحب شحوم ثلاثيه، الشحوم رح تسحب مخزون من الكوليسترول، فهيك عم يصير الترتيب تبعتنا. فهي عمليه مو عمليه بس على حجم، شو بقول لك واحد انه انا بصوم، هي بتفرق عن البالون المعده شلون الناس تصير حط في ناس بترجع تنصح مع انه حجم المعده تقلص ومع انه ممكن هلا نحن العمليه اي عمليه بتساويها طبعا العمليه لازم تتناقش بشكل جيد مع الجراح والمريض، يعرف شو مقبل وشو بده يصير. العمليه دفعه كثير قويه للامام للمريض، يعني كثير حياخذ فيها فائده وكذا شلون، لكن انت نمط الحياه اذا ما تغير، الستايل هذا ما غيره، يعني شو ما كان عامل حيرجع شو اسمه. نحن الاساس مشكله البدن الاساس فيها شلون، في قسم بسيط جدا هو وراثي، ولكن القسم الاساسي هو شلون عدم التوازن بين الوارد والحرق. صحيح. فانت اذا يعني حتى لو عامل قسم معده، حتى لو عم ياخذ ممكن مثلا عفوا يروح لعند احد محلات العصير ياخذ هي شو بسموا امبراطور كذا شلون، فيها حويرات قد صحن لقده. فانت نوع التغذيه بتفرق معه طبعا. هلا نحن هون مشكلته انه الجراح عم يتابع المريض بكل مراحله وتغذيته واستقرار بقى، لا بصير في كونسلت معين عليه، تمام؟ فبتتابع طبيب معالجه نفسيه، معالجه سلوكيه، طبيب تغذيه، طيب كذا. هذا الحكي هون الجراح كله عم يسويه شلون، بس هو يفترض انه يتابع مع طبيب تغذيه، يعني يحسب له تمام شو يشتغل وشو ياكل كذا. في ناس مستسلمه انه بعمل عمليه انا بنحف، العمليه اللي عملتها اوكي بس بدك في متابعه بعد، فالمتابعه الاساس هي المتابعه هي الاساس انه تاخذ نتيجه صح وتحافظ عليها، عرفت علي كيف؟ والمشكله انه بتاعتك الناس مستسهله، يعني انه انا بسوي عمليه وهي عمليه، يعني هي حل، ولكن بيقولوا اخر الطب الكي، يعني هي اخر شيء ممكن تساوي، بس صحيح. نفس الوقت بدك تفي شهاده تلتزم فيها حتى تاخذ نتيجه صح ان شاء الله، حتى تاخذ مضمون كمان بعدين. دكتور خليني ارجع شوي على شد البطن. هلا كثير دارجه انه نحن السيدات بيعملوا عمليه قيصريه بيشدوا البطن، بعد سنه ممكن ترجع تحبال، هون قديش خطوره الجلد عم يصير وشو هي التنبيهات الاساسيه عند شد البطن يلي نحن بنلبها للسيدات؟ هلا هي اثناء القيصريه شد البطن هذا مو شد بطن، هي عباره عن مياده شريحه جلديه. شد البطن بشكل عام يعني هو عمليه معينه بتنشد العضلات، بتاخذ جلد الزائد كذا شلون. بقلب القيصريه اللي بتصير هي عباره انه نحن بيكون بطن متمدد شوي جلد كذا شلون، فعم ياخذوا شريحه شلون يقصوها. هلا هي يعني لا تعتبر شد، ما تعتبر جراحه نشد، ولا تعتبر يعني هي يعني بتحسن انه بشكل معين، ولكن انه نحن عاده ما بننصح انه يصير عمليات تجميليه مع القيصريه، القيصريه عمليه ناسفه وعمليه غاضه، عرفت شلون؟ فما بننصح يصير شغلات ثانيه ما شلون. اذا خلصت انه حمل واقتنعوا انه خلاص مثلا والدين ثلاثة الله رزقهم خلص، بتساوي عملية بشكل منفصل. اما هي عملية قيسية نازفة ومؤلمة تيجي تعني مع شد افشتون،
ما كثير بيزبطوا مع بعض شلون. والشيء اللي عم يصير لك معظم الطبيبات النسائيه وكذا شلون، طبعا ما بدي اهاجم حدا، بس انه هي مش ياخذوا شريحه جلديه، هذا مو شد يعني. هي طب بعد الشد هل مسموح انه الوحده ترجع تحمل؟ هلا 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 نحن عاده في شيء اسمه شد جزئي، في شيء اسمه شد كامل. شد كامل بشد عضلات البطن من فوق لتحت، تمام. عاده هي انه خلاص واحد خلص، واحد يخلص ما بدا حمل يعني شلون. لكن بعد فتره سنتين ونص الشيء اللي صار شلون تليف كذا شلون صار قطع من الجسم، فممكن تحمل. بس هي عاده الشد بتساوي لوحده انه خلص يعني ما انه خلصت حمل، حملت 4 أولاد 5 أولاد خلص يعني، يعني اكتفيت ان شاء الله تعالى. بدات لك بعد فتره ما في شيء دائم يعني، في ناس تغير رايهم كذا شلون، ممكن بعد سنتين يصير حمل تمام، بس بده متابعه معينه شلون لحتى انه توصل لاحسن نتيجه. مشكلتنا احنا هون بالحمل انه مجرد ما واحده حملت خاصه اول ولد، عادي حبيبي لا تتحرك منه وكذا، فضلت قاعده بابنتها لحتى كذا شطور. عاده مسمح لها بالوزن كوزن انه اثناء الحمل تزيد 10 12 كيلو شطور، متى اذا تطلع 40 50 كيلو بس انه هي قاعده خلاص من اول يوم ما بقى بتلاقي بتروح بتشتغل، ممكن تعمل سباق ماراثون وضاحيه وكذا شطور. وفي تمارين معينه انه شطور عشان عايزهم انه يشد جلد بطنهم وعضلات بطنهم مشدوده، وبنفس الوقت تساعدهم على الولاده اثناء الولاده شطور كذا. هون لا مجرد ما انه حبلت خلاص ثاني كذا، بدنا نغير شوي بنمط حياتنا. صحيح. نمط تفكيرنا شطور ومتابعة يعني. هي مو غلط مثلا انه غير طبيب النسائي اللي عم تتابع او طبيب النسائي شلون، انه تحكي مع مثلا اذا عندها مثلا مشاكل او كذا دفوت تحكي مع جراح تناقشوا امثال انه انا ممكن اثناء القيصرية يصير شد ولا لا بعد القيصرية كذا. استشارات ما يعني كل حالة بتخطط لها بحالتها يعني، ما في انه والله كله ستايل للكل سوا. طيب دكتور ايمت نتوجه كاجراء يمكن فينا نقول علاجي للعملية الجراحية، لا فينا نقول قص المعدة يعني، ايمت لما يكون كل الخيارات نفذت عن الخيارات بشكل عام نحن انه مريض بده يكون عنده منك يا متوازن يعني فوق 18 سنة اخر قاف صح، عندك تجربة فاشلة بالحميات والتمارين كذا فوق السنتين فاشل عرفت شلون تمام حديث. في عنا دهون عنيده هلا ما دهون لا عم نحكي نحن انه انه نعمل خيار عمل جراحي عرفت شلون، مريض واعي هو بياخذ قرار مو اهله بياخذ قرار عنه. بنفس الوقت عنده جرب اكثر من احتمال، جرب اكثر من حل خلال سنتين فاشل. كله فشل، فنحن صار مرشح للعمل الجراحي. هلا العمل الجراحي نحن عندنا قلت لك ابسطها هو مثلا البالون 10 كيليات طبعا، بس هو شوية حجم اللي بعد منها كانت الحلقه قلت لك الجلدات كمان ماشي حجم. هلا شيء هذا تحويل مسار، في شيء هلا اجي طلب بينات منهم هو تحويل مسار مصغر، شغله هي بين قص المعده وبين انه تحويل المسار. حاليا هي بامريكا الجنوبيه كثير عم يشتغلوا عليها، وبظن المستقبل حتاخذ الصحه الاساسيه. هلا الشيء الجديد قلت لك عليه هو المشابهات الابر الادويه المشابهات الجي ال بي 1 والجي ال بي 6، هذول اخذين صيحه كثير قويه. بظن يمكن يعني بعد 4-5 سنين قد يكون انه ما نقعد هالقعده مثلا ما نقعد نحكي جراحه بدانه، حنحكي ادويه البدانه عرفت شلون، وحتصير يمكن تصير بقى مرض مثل بقيه الامراض عرفت شلون، وتصفى الجراحات لشغلات كثير معقده او انه يعني مريض استنفس كل الفرص تبعيته منه شلون، فعم تحكي عن الجراحه. هلا حاليا لا الجراحه هي الدور الاساسي، بس بظن شوي الادويه حتاخذ مجال اكبر شوي. نعم ان شاء الله اكيد نحن بنتمنى الصحه والعافيه لكل المرضى. دكتور شكرا كثير للمعلومات اللي قدمت لنا اياها، واهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اكيد نتشكرك الدكتور احمد نسيب الرئيسي استشاري جراحه عامه وصدريه وتنظيريه على وجودك معنا، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. شكرا لك. ما لهون يا نور منكم وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي، بدي اتمنى لكم بقيه نهار يكون مثل ما بتكون واحلى يا رب. تحيه صباحيه لكل الناس اللي عم تتابعنا، ونهارك سعيد نور. نهارك سعيد ليا، وانا بدي ضم صوتي لصوتك، اتمنى بقيه النهار يحمل الخير وراحه البال والانفراج لكل الناس يا رب. ملتقانا بكره على شاشه الاخباريه بنفس التوقيت بالساعه 9:30 صباحا. من هلا لبكره تبقوا بالف خير. باي باي.